فريق برنامج الثمرة يواصل رحلاته بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على النماذج الناجحة لجميع المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني. ودلوقتي هنروح في زيارة لمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب، هناك هنزور واحدة من النماذج الناجحة لمزارع إنتاج الألبان من سلالة الجاموس البلدي لصاحبها عبد الحميد غنيم، صاحب مصنع غنيم لمنتجات الألبان، حاجة محترمة للحفاظ على السلالة المصرية من الجاموس البلدي. وكمان شفنا عملية توريد ألبان عالية الجودة من المزرعة لمصنع غنيم، يعني منتجات الألبان من المزرعة للمستهلك. وشفنا بمزرعة غنيم لإنتاج الألبان الاهتمام بسلالة الجاموس المصري من خلال عمل برامج تغذية على العشب الطبيعي. أستاذ محمد رجب، مدير مزرعة غنيم جرين فارم ببرج العرب الإسكندرية، أهلا بيك. أهلا بحضرتك فندم. إحنا النهاردة شايفين نماذج محترمة للسلالات الأبقار، الحلاب والجاموس البلدي بمزرعة غنيم. البداية بقى كانت هنا إزاي؟ اشرح لنا نشاط الشركة، اشرح لنا المزرعة فيها قد إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية النشاط عموما، إحنا من أقدم مصنعي الأجبان في مصر من عام 1900. بداية كان في معمل صغير في المنوفية، وابتدى بعد كده أن يتفتح منفذ في اسكندرية، وبعد كده ابتدى الأمور طبعا تتطور والمشروع ابتدى يكبر، فتعمل مصنع كبير ومركز تجميع ألبان باسم شركة تشيزنباير، أو هو المصنع يعني اللي هو باسمه الشركة، موجود في المنوفية حاليا في المنطقة الصناعية. المزرعة هنا تم إنشاء من حوالي 10 سنين. جربنا سلالات كتيرة، ولكن هنبدأ من الآخر إن احنا ركزنا أكتر على الجاموس البلدي. وجربنا طبعا سلالات كتيرة جدا، ولكن كان التركيز دلوقتي على الجاموس البلدي والتغذية بتاعته، التغذية اللي هي الطبيعية أو التغذية العشبية، بعيدا عن العلف البديل، يعني دورة صحية كاملة. الإنتاج بتاعنا بيخرج من المزرعة بيوصل لمركز تجميع الأبان أو المصنع بتاعنا اللي في المنوفية، وبعد كده بيبتدي إن هو يعني يتصنع ويتوزع على المنافذ. ده كده المشروع يعني بصورة مصغرة جدا شرحته، أو بصورة سريعة جدا. هنا في المزرعة شايف كده مركز تجميع الأبان لسه هيبدأ أو محلب؟ التركيز الأول كان على التسمين، يعني بنركزين شوية في التسمين. دلوقتي ابتدى ان احنا نركز اكتر على الجاموس الحلاب، عشان طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا من مصنع، يعني الحمد لله بنصنع جميع انواع الاجبان من سنين، فطبعا انتاجنا لازم يكون بنعمل الدوره بتاعته كامله وتبقى حاجه صحيه للمواطن يقدر يتعامل فيها، وتبقى حاجه نموذج يحتذى بيه مع للناس كلها. بالنسبه للتعامل مع الجاموس البلدي بالنسبه للتلقيح الصناعي، وفي تلقيح صناعي ولا تلقيح عادي؟ لا، تلقيح اللي هو التلقيح الطبيعي. بصراحه وزاره الزراعه متعاونين جدا، يعني بتعامل مع مديريه الزراعه اللي موجوده عندنا في محطه مصر، يعني بصراحه محترمين جدا ومتعاونين جدا، سواء في اي معلومه، سواء في اي ورق يعني بيتطلب، او اي ما يعني اي حاجه احنا ممكن من اي استشاره بنقدر ان احنا نستشيرهم فيها، ما بيتاخرش علينا خالص يعني.